وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل الكريم، فضيلة الأخوة، هل الدعاء بعد دفن الميت مقداره ربع ساعة إلى نصف ساعة من البدع، أم أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم وأرضاهم؟ نقول أيها الكرام الفضلاء، ما يجب تحريره أولا أن الدعاء للميت مشروع ومستحب، ودل عليه دليل السنة كما صح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عند أبي داود صاحب العلامة الألماني في أحكام الجنائز، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. وجه الدلالة هنا أن الدعاء كان بعد دفن الميت، وكان بهذه الكلمات استغفار وسؤال بالتثبيت. ودلت السنة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا ثلاثا، يعني اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت. هذا هو الذي دل عليه الدليل. لا ترفع طبعا في هذا الدعاء الأيدي كما دلت الأدلة، لكن عند الزيارة للمقابر، الزيارة الخاصة، أي أنك ذاهب لزيارة والدك في المقبرة أو صديقك أو كذا، فترفع اليد. وأيضا لا تستقبل فيها القبلة، يعني بعض الناس يتعنى أن يستقبل القبلة ويبحث عن القبلة، يا ناس كذا، لا يتعنى في كل هذا. على حالك وعلى مكان وقوفك وأنت متحلق حول القبر ادعو. وأيضا لا يكون دعاء جماعيا، لا يكون دعاء جماعيا. وقال الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة في مستهل شرح هذا الحديث، قال: حديث عثمان ما فيه تطويل، فيه الدعاء له والاستغفار، فإذا تيسر الدعاء له وقتا من الزمن 5 دقائق أو أقل أو أكثر كفى، والحمد لله بعد الدفن، يعني يكون الدعاء بعد الدفن. وأيضا هذا اختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. هذا ما يجب تحريره أولا. الأمر الثاني أيها الفضلاء، بالنسبة لقول عمرو رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام مسلم في صحيحه لما حضرته الوفاة، قال: وقفوا عند قبري قدر ما تنحر جزور وادعوا لي، فإنما كان هذا هو اجتهاد منه رضي الله عنه، كان هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ولكن السنة ثبتت بخلاف اجتهاده. ومن القواعد الأصولية إذا اختلف نص من السنة مع نص لصحابي، أو فعل من السنة مع فعل لصحابي، أو تقرير من السنة مع تقرير لصحابي رضي الله عن الصحابة أجمعين، فالمقدم هو قول السنة وفعل السنة وتقرير السنة. هذا ما يجب تحريره في هذه المسألة أيها الكرام الفضلاء. وهذا هو الذي أفتى به الشيخ بن عثيمين، وأفتى به الشيخ بن باز، وأفتى به الشيخ محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء، وأفتى به شيخنا الشيخ صالح الفوزان، وأفتى به اللجنة الدائمة للإفتاء. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على ذكري، وصلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم ارحم أبي رحمة الأبرار، يا عزيز يا غفار، وأخي وأعمامي وجميع موتانا وموتى المسلمين أجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، واحفظ ولادتي بحفظك وادفع عنها الأذى والبلاء بركنك. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم بارك لنا في نياتنا وذرياتنا وقواتنا وقواتنا واعمالنا، واجعلها لوجهك خالصة يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم نسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد وشكر نعمتك وحسن عبادتك والقلب سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، انك انت علام الغيوب.
اللهم استرنا ولا تفضحنا واجعل تحت ستر ما تحب نسألك يا رب الميتة الحسنة تتوفنا ونحن ساجدون في زمان فاضل ومكان فاضل واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك واجعل تحت ستر ما تحب. تم تحريره ليلة الاثنين لغرة رجب لعام 41 و400 من الإطنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.